يعني انت قلت كل شيء، اللاعبين قاموا بالواجب، عملوا انجرو ماتش. ما فماش برشا فرق في افريقيا يشدوا الاهلي على في شطر ميدان ويعمل بوسيون دو لابال 60-40% ونخلقوا العدد الكبير من الفرص هذا. لا ريوسيت كانت غايبه علينا في الالي، غابت علينا في الرتور. انكور اون فوا الملاعبيه ما قصروش، عملوا انجرو ماتش، مي مالوريزمون حاجات صغار ما خلتناش نتمتعوا ونترشحوا للنصف النهائي.